لله. نعم الحمد لله أنا متحصلة على المعدل الأعلى في الجزائر بمعدل 19.94. الحمد لله أنا في قمة السعادة، يعني حاجة ما توقعتهاش الحمد لله، وهذا كان بفضل الله أولا طبعا، وثانيا بفضل مجهوداتي معناها طيلة السنة الدراسية، كذلك من الأشخاص اللي دعموني هذا العام كامل، أولهم والدي طبعا، وكذلك زميلتي ملك، كذلك معناها رافقتني طوال المشوار الدراسي، كذلك الطاقم التربوي الإداري لمتوسطة شيخ محمد عزوز، أساتذتي الكرام، كذلك هذا النجاح نهديه الوالدية طبعا، لأنه هدفي الرئيسي من البداية كان أني نسعدهم ونفرحهم، والحمد لله حققت.